انعقد اليوم اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، ونقل الإعلام المصري عن مصدر رفيع المستوى قوله إن القاهرة تمسكت خلال الاجتماع بموقفها الثابت بشأن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى. وأكد الوفد الأمني المصري خلال الاجتماع الثلاثي أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتمسكت القاهرة بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل كافة المواد الأساسية اللازمة. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن حماس أنشأت بنى تحتية في محور فيلادلفيا على بعد أمتار من الحدود المصرية لتضمن عدم مهاجمتها. حماس نتسالت مرخاف فيلادلفيا. حماس استغلت ممر فيلادلفيا وأقامت هذه البنى التحتية على بعد أمتار قليلة من الحدود مع مصر حتى لا نهاجمها، وكانت على مقربة من الحدود فقامت إسرائيل بهذه الطريقة، ولن نهاجم بالقرب من الحدود مع مصر بميوخاد بأوفن كذا شإسرائيل لا تتكوف لأد أجدير مصرين. وللمزيد معنا الآن مباشرة من القاهرة مراسلنا محمد خالد. أهلا محمد، إذن إلى الآن هل من تفاصيل كافية حول هذا الاجتماع الثلاثي في القاهرة؟ نعم رامي، لا وجود لنتائج مباشرة لهذا الاجتماع الأمني الثلاثي الذي عقد في القاهرة بمشاركة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن يعني كما ذكرت أنه وفقا لمصدر رفيع المستوى الذي أكد لوسائل إعلام محلية أن الوفد الأمني المصري أكد برفع سوى بانسحاب القوات وأن القاهرة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة تجاه عدم دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى القطاع نظرا يعني نتيجتها الكارثية على السكان الموجودين هناك. وأيضا طالبت مصر بضرورة الدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات بشكل يومي للقطاع من المعبر تتضمن المواد الغذائية والمواد الطبية والوقود. وربما هذه يعني المفاوضات أو هذا الاجتماع الأمني يأتي في ظل توترات بالغة بين القاهرة وتل أبيب نتيجة لرفض القاهرة لمسألة احتلال أو سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ورفض مصر القاطع لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع وتحديدا توسيع العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية التي بدورها تؤثر على ملايين النازحين الموجودين في هذه المنطقة. نتحدث عن نحو 1.5 مليون فلسطيني من النازحين موجودين هناك، وبالتالي ترفض القاهرة هذا الأمر بشكل قاطع وتدعو أيضا في ظل جهودها المستمرة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لاستمرار مسألة وقف إطلاق النار نتيجة لإعلان المبادئ الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن و قابلته القاهرة ودعوة كافة الأطراف بذلك إلى طاولة المفاوضات للعمل على وقف إطلاق النار بشكل نهائي وتبادل المحتجزين لدى كلا الطرفين. أيضا محمد، هنا في سياق آخر، على ما يبدو عمليات إسقاط المساعدات المصرية لفائدة سكان غزة عادت من جديد هنا. نعم رامي، يعني ربما هذه لسبب النقطة السابقة التي تحدثنا عنها وهي مسألة توقف معبر رفح عن العمل وعدم السماح لدخول أي شاحنة من المساعدات من جانب القاهرة إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي ضوء هذا الأمر يعني قامت القوات المسلحة المصرية سواء منفردة أو حتى مع التحالف الدولي الذي يضم كل من المملكة الأردنية
الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بعملية إسقاط لعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية على مناطق متفرقة من القطاع تشمل العديد من المواد الغذائية والطبية اللازمة للمواطنين في مختلف مناطق القطاع والتي يعني تعطي أملا للسكان الموجودين. وفقا للبيان الخاص بالمتحدث العسكري باسم الجيش المصري تعطي أملا للسكان نتيجة لاستمرار الحرب وأيضا للتخفيف عن كاهلهم نتيجة للأزمة الغذائية المتناقصة في القطاع. شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من القاهرة مراسلنا محمد خالد.